السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بون جا هاد السامبول انسيس فيها مشكل تاع السيلندر ما يدونيش نيميرو 1. كي قلبنا سمنا فيها لابوبين لاشاتلو هاي ليف. شحال من مونطينا؟ شحال من مونطينا؟ واحد الشهرين لي مونطينا هاديو عاود لاشات نيميرو 1 دايما يولي ما يدونيش. انا عندي واحدة تستيتها خرجنا بلي هادي مليحة راه جابنا واحدة مي بيجي طاشي باعها له صالحو ما قالوش بلي قالو هادي الدوزيام الا نجحت لك نجحت لك الا ما نجحتش نرجعها لك. على كل حال لقيناها في جديده ما تصلحش كيف كيف نيميرو ا ميخرج. المشكل على داك لا فيديو هذا انا على جال الموديل هذه وهذه انا اللي عندي هذه بوريجين سيبيها وهذه اللي جابها دوزيام كوبي كولي ما كاش ديفيرونس كاع. تولي تشوف ها ريفيرونس اللي هنا هنا مخدومه فيني كيما البريمير. دوكا باش تفيق لها مشكل الكرطونه هذه دوريجين اللي عندي انا فيها لامبورطاتور هاوليك هذه ما فيهاش ما فيهاش كيما كما تلقاش تيكي لامبورطاتور راه باللي فيها اللوش برودوي لا بدلو لك الداخل مش حتعرف كيما كاين بيجي طاشي ولاد فاميليا كاين الميكانيسي ولاد فاميليا. على كل حال هذه لازم تحكي لها مع واحد الثقه. هذه ديما ماما 380 دي ميل والاخرى 620 ميل ولا 550 درك. هذه الا با حالك على اساس بريمير مش راح تفيق لها. انا كاني نشوف فيها على خاطر هذه تشبه لهذه خذها عيد نجبد لا ديفيرونس. لقيت غير باللي هذا النحاسات اللي دخلانيين فونسي في الدوريجين وهذو رايحين كلاب هذا واش لقيت ديفيرونس. والله المستعان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.